مخنور كيف غياس؟ شو ما قلت لكم 42 كيلومتر مثلا؟ صعبه بس تمام. يعني انتم بشغلكم الاخير شفنا تبعنا تشكيله فريق رياضي كانكم كركتوا اكثر من 42 كيلومتر، تغييرات عديده، اصابات، شو صار تحديدا بتركيبه فريق الرياضي وهل استقرت التشكيله النهائيه يلي اليوم تبعناها بلقاء بمواجهه نادي الجزيره المصري؟ صح هي انت بتعرف نحن بلشنا تحضيراتنا باكرا جدا اذا بدك، وركبنا الفريق بطريقه معينه، يمكن هيدي كانت لمصلحتنا لانه بعد ما جربنا ولعبنا بثلاث بطولات انتبهنا انه يمكن لازم نغير بسيستم الفريق، يعني يمكن الاجنبي خاصه بدنا نغير البوزيشن تاعيته، وهذا اللي قررنا نعمله عم براين راش. هلا اليوم مضبوط يعني شلنا جارد وجبنا فورورد، هلا اليوم ما في شك انه كانت جيم يعني محلك ممتازه، بس كانت جيم ريلاتيفلي مقبول المستوى يعني كونسيدرينج انه هذا اول جيم لروي ولا جيرمايا اهم شيء يعني، وانه زمان ما لاعبين بعد ما حيبين معنا مضبوط الكيمستري كيف حتركب وكيف معقول يعني يكون مستوى الفريق، يعني بعد ممكن يكون في تغيير، يعني شفنا لا 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 روي سماحه موجود احمد ابراهيم وامير بعد ما انحكى كثير، نحن خلص تاخذ قرار فني انه هي حتكون تشكيله نهائيه وعلي حيدر ما راح يشارك بالبطوله هالموسم. علي حيدر اليوم عمل عملية، أول عملية له، سلامته، عمل عملية ثانية بيجو ثانية، ثانك يو. مبدئيا بده بالقليل 3 4 أشهر ليقدر يرجع يلعب، سو بتعرف عندنا كثير استحقاقات، بنتمنى له السلامة السريعة، حيضلوا معنا بالفريق، وبس ما حنقدر نسجله ببطولة لبنان، بس بيشارك معنا إن شاء الله بالبطولات الخارجية. تمام، بدي أسألك سؤال سريع، أول شيء بدي أقول لك مبروك على البطولة الأندية العربية للسيدات، يعني فوزكم البطولة بعد ما هنيناك كمان فيها، كنا عم نشوف مشاهد عن الفاينل، كيف تحضيرات، يعني بعرف عندكم فريقين كمان بالبطولة هالسنة، رياضي وكمان الشباب العربي، كيف تحضيراتكم؟ أول شيء غياس بدي أقول كمان مبروك أكيد للبنان إنه رجعنا قدرنا نحرز بطولة بطولة عربية للسيدات، إلنا زمان يمكن شي 4 سنين كما محرزينها. كمان بدي أتشكر هون للـ LBC إنه نقلونا الفينال، كمان هذا مؤكد يعني وجباتنا شيء كثير انبسط فيه الشعب اللبناني غير جمهور رياضي جمهور كرة السلة اللبناني كله. ما في شك إنه بتعرف أنت موضوع الـ ليست اي جبرنا نحن نشيل 3 لاعبين عنا، صحيح، وما كنا حابين يتركوا الفريق، ونحن اوريدي كنا عاملين مثل اذا بدك فريق رديف اكثر شيء يعني كان في صبايا صاعدين ليغزوا الفريق الاول، قدر هالفريق يوصل يتاهل للدرجه الاولى، ربحنا انتصرنا فيه ربحنا فيه الدرجه الثانيه، بقى قلنا ليه ما بنكفي نحن بهالفريق ونطلع درجه اولى. كيف بدك تلحق يا تمام فريقين وفريق رجال، يعني رح تعمل اكثر من ماراثون اكيد هالسنه. لا الحمد لله الحمد لله، بس بتعرف غياس اليوم في كثير اشخاص بالنادي عم بيساعدوا، لا شك واليوم لا شك. اكيد كمان نيلا يعني مرتي كمان اكيد بتعرف اليوم تحيه كمان لنيلا يلي بنعرف عامله شغل كثير كبير. تمام، يعني كان عم ينحكى كثير بالسوبر كاب، انتو ونادي الهومات من حامل اللقب البطولة وحامل الكأس، لكن هالسوبر كاب مثل ما عرفت من لعبت، شو صار تحديدا؟ ليه ما بدتوا تشاركوا فيها؟ اخر اتصال من الاتحاد بلغونا انه البطولة حتبلش مبدئيا بتسعة الشهر والسوبر كاب بخمس الشهر على اساس قالونا ب 12 الشهر، قلنا له نحن ما عندنا مانع اذا 12 شهر، هيدا اخر خبر يعني، هيدا امبارح اذا بدك الاخبار او اول امبارح نهار الاثنين بعد الاجتماع. على كل حال أنا بدي أشكرك تمام جرودي، يعطيك ألف عافية.